5, 4, 3, 2, 1. ونهاية المقابلة. مبروك للنادي الإفريقي التتويج بطولة تونس موسم 2018-2019 بعد ما يكرر الانتصار نتاعو على الجمعية الرياضية النسائية بسفاقس 18-18 في قاعة المرحوم شريف بلامين بالجورجاني بعد ما كان انتصر في الذهاب 28-24. مبروك للنادي الإفريقي، حظ أوفر للجمعية الرياضية النسائية بصفاقس اللي توجت بالكوب. قسمة خيان بين النادي الإفريقي والجمعية الرياضية النسائية بصفاقس. نخلي كلمة الختام لسي بلقاسم الزواري اللي كان معنا اليوم في النقل المباشر على الشان أوفيسيال نتاع الجامعة التونسية لكرة اليد، وملتقانا في ماتشات أخرين. نخليكم مع سي بلقاسم. ألف مبروك للنادي الإفريقي، فوز مستحق ذهاب وإياب على الجمعية النسائية بصفاقس، وكذلك كلمة شكر للجمعية النسائية بصفاقس لعدة موسم ممتاز جدا. الفريقين هذم سيطروا على البطولة على الكأس. النادي الإفريقي بطل تونس، الجمعية النسائية بصفاقس هزت كأس تونس. الجمعية النسائية بصفاقس موسم إن شاء الله موسم تعدى بالكداء في الكبريات، نذكروا في البطولة النادي الإفريقي، في الصغريات الجمعية النسائية بصفاقس، في الوسطيات الجمعية النسائية بصفاقس، في الصغريات النادي الإفريقي، وفي
انتصار اليوم انتصروا عن جدارة قدام منافس اليوم ما كانش سهل. حسينا بالظلم في مباراة الكاس، كنا نجم نتوجب دوبلي، الحمد لله يا ربي هذاك شكتب ربي. اليوم نهز البطولة عن جدارة في صالتنا قدام جمهورنا، صعيب عملناها في سفاقس، ما خممناش في الافونتاج اللي عملناها في سفاقس، عودنا أزيرو. البنات كانوا مركزين، الحمد لله اليوم نفرحوا ونفرحوا جمهورنا اللي خممنا فيه برشا وعلينا باش نفرحوه. جمهور يسحق كل خير، نادي كبير كما نادي فريق ما ينجمش يبعد عن التتويجات. الحمد لله يا ربي عندنا ثلاث سنين التالي توجنا بأول بطولة بعد 20 عام، اليوم بطولة بعد عامين وما هزينا شيء. ميريت كبير للبنات، العباد اللي وقفت معانا عاونتنا، العباد اللي عاونتنا وقت الشدة، نحب نشكرهم الناس الكل، الجمهور الغالي اللي جا اليوم، برافو للناس الكل، الحمد لله الفريق رجعت لبلاصتها العادية، إن شاء الله نكملوا هذاك هو المفروض. إي الحمد لله، الشامبيونا هو تعب نتاع عام كامل، بدينا 30 جويلي، اليوم دخلنا في جويلي، عندنا برسك عام كامل، ما حبيناش نضيعوا العام نتاعنا هكاكا. هذيك بلاصتها راهي الافريقي ديما الامانه لازمها تكون ديما في بلاصتها، والبلاصتها هي الافريقي في البريمير كلاس. الحمد لله اليوم نكليب شامبيون ونغسل النباره اللي حطونا في قلوبنا باش نزيدو شامبيون. الحمد لله يا ربي السيزون كيما قلت تعبنا فيها برشا وضحينا برشا وكنا عارفين اللي باش نكملوا بشامبيونا ولا بتيتر، تظلمنا في الكوف والحمد لله خلصناه في الشامبيونا، خرجنا من باب الكبير وان شاء الله نبداو نمشي ونرجع لجمعيتي، ديما تبقى جمعيتي والغالية علينا وكهو. الحمد لله يا رب. والله الحمد لله، انا الحمد لله تعب عام كامل معنا. اجي بسير اجي معنا اجي. تعب عام كامل شفي سارة، حطينا الاوبجيكتيف نتاعنا انه حتى اذا كان خسرنا بالاول سوبر كوب والكوب دو تونيزي، حطينا اوبجيكتيف انه لازمنا ما نخليو تيتر.